يعني المشكلة حاليا هسه ويا وزير الصحة. احنا ذيك المظاهرات يعني السابقة توجهنا لوزارة المالية، وزارة المالية بعد يعني النقاش وياها توصلنا إلى نتيجة انه هي قالت الموضوع يوم وزير الصحة، انه اذا وزير الصحة دز لي يعني كتاب استحداث بالنقص بالدرجات الوظيفية اللي هو يبلغ 31 ألف درجة وظيفية، إذا إجاني الكتاب من وزير الصحة يعني موضوع تعيينكم إن شاء الله ماشي. حاليا إحنا اليوم توجهنا إلى وزير الصحة لوزارة الصحة منتظرين يعني إحنا حال. طبعا وزير الصحة إنه يقول حسب الحاجة وأعداد وظيفية قليلة. عندنا القانون 2000 قانون 6 يضمن التعيين المركزي لجميع المجموعة الطبية والمهن الصحية والتمريضية، لكن اللي صار بالبداية فتحت إن الاستمارة إحنا بعد التقديم اختلف الوضع، قالوا لا ماكو، احنا بالبدايه الكل قدم، قالوا الكل، بعدين قالوا لا ماكو، زين هاي مشكله من ومن يتحمل هاي المسؤوليه؟ احنا يعني احنا كطلاب يعني حصلنا وعد من وزير الصحه بنفسه طلع وقال اني اضمن لكم التعيين، لكن بعد مده قالوا لا ماكو، زين هاي مشكله من؟ قضاء ان شاء الله ياخذ مجراه طبعا، لان احنا القانون احنا نمشي قانون، القانون ده يقول يضمن لكم التعيين المركزي. حاليا القانون اختلف، لا شفنا كتاب نزل، لا اي شيء امر يعني قانوني انه يضمن انه حسب الحاجه، ليش تغير الكلام؟ الوزير